بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي نعدي عليهم بقى structure structure ونقول ان انا الهيد اول حاجه فيها عندي ثلاثه ستاندرد فيوز. ستاندرد يعني المفروض ايه نعرفهم. الفيو الاولاني هو الليفل بتاع الاي اس، الليفل بتاع الميجرمنت بتاعت الهيد سيركمفرنس والبايبرايتال دايامتر. ايه الاستراكشرز اللي فيه؟ اول حاجه من بره خالص السكال اللي هي نورمالي تشاب بعد 12 اسبوع، تمام. طب من جواها في النص، الخط اللي في النص ده مش الفالكس، الفالكس هتلاقيه قدام او ورا، ده الفالكس لازم يكون موجود. ده الثيرد فينتريكل بيبقى فيه سي اس اف بس كولابسد على جانبين اسمهم ثالاماي، وقدام ده المفروض كان خط واحد اسمه كيفم سيبتم بس اول ما اتقسم بفلويد اسمه كيفم سيبتي باللوسيدي، تمام. علامه اليساوي والسهمين دول لازم يكونوا موجودين ستاندرد، ده اسمه ترانس ثالاميك ليفل وده الليفل بتاع الميجرمنت. طلعت فوقيه شويه هيطلع عندي اللاترال فينتريكل اسمه ترانس فينتريكولار ليفل. لو انا قست هنا باي برايتال خلي بالك القياس قليل. طيب هنا في مشكله بتبقى مشهوره قوي 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 في البراكتس، ايه هي؟ ان هنا الاسود ده يشوفوه ككلينيشن ومن حقك انك تغلط وتبعت لي، مفيش اي مشكله، بتبعت لي تقول لي في هيدروكيفلس، تمام. ليه مش ده كل ده ميه؟ عفوا فين البرين؟ هو اكشولي ده البرين. البرين في المرحله دي لسه اماتيور، لسه دي مايلينيتد. المايلين ده اللي هو اللي بيبطن الاكسون، ده فات، الفات لونه مبيض، فهو دلوقتي دي مايلين مفيش فات، فهتلاقي لونه مسود. فهنا السيريبرال كورتكس طبيعي انها تبقى هايبوكويك لكن مش فلويد. الفلويد هو ده انيكويك وحوالين الكرويد بلكس، يبقى ده اللاترال فينتريكل. لكن نورمالي ده سيريبرال هايبوكويك. امال ايه الخط ده؟ في ناس تقول لك ده اللاترال وول بتاع الفينتريكل، لا ده الديورا. هنا ده اللاترال وول ودي كده الديورا، تمام، وده اكسترا ديورال سبيس. فنورمالي انا عشان اقول هيدروكيفلس لا اقيس اللاترال فينتريكل، تمام، عند حته اسمها اتريا مش مشكله. الديامتر بتاعي ما يعديش 10 ملي، ما يعديش الايه ال 10 ملي. ده الكلام ده في الثيرد تريمستر، لكن ممكن في السكند تريمستر، تمام. ركز لو انت في اوله ريلاتيفلي الكرويد بلكسس بتبقى تقريبا اكتر من 60% من حجم الهيمسفير، من حجم نص البرين، تمام. لكن ليتر اون اقل من 60%، ده قليل خالص، ده تقريبا مثلا ايه ده بتاع 20% ولا حاجه، تمام. فبرضو الحجم بتاعها هيفرق معايا. ده الترانس فينتريكولر، نزلت تحت شويه هلاقي مين عندي الحاجه اللي عامله دامبل شيب دي اسمها السيريبيلم. السيريبيلم يبقى ده اسمه ترانس سيريبيلر ليفل. قدام السيريبيلم حاجه اسمها فورس فينتريكل، ورا السيريبيلم حاجه اسمها سيسترنا ماجنا. السيسترنا ماجنا لو قست انترو بوستيرور دايمتر بتاعها من قدام لورا كده من 5 ل 10 مللي، لو كبرت عن 10 مللي بنسميها لارج بوستيرور فوسا، دي فيها مشاكل. لو صغرت خالص سمول بوستيرور فوسا، دي فيها برضو مشاكل. اوكي تمام. طيب يهمني ايه في الفيو ده؟ يهمني الدبريشن اللي داخل ده. ده سيريبرال سيريبيلر هيمسفير وده هيمسفير، والحته دي اسمها سيريبيلر فيرمس بتبقى ايكوجينيك وداخله لجوه. طب لو السيريبيلم كله على بعضه عمل سي شيبد، لا دي مشكله، ابدا اشك في سباينا بيف ده بقى والعيله دي، فلازم يكون الدمبل شيبد ده موجود. وفي ناس تقول لك لو قست الترانس سيريبيلر دايامتر بالملي بيساوي الويكس اوف بريجنسي، يعني بيساوي جستيشنال بالويك، يعني مثلا طلعته 20 مللي في السكند تريمستر يبقى غالبا 20 ويك، تمام، بس ما بنعتمدش عليه قوي يعني. اوكي طيب الفور دي هيفيدنا في ايه؟ اول حاجه بقى الفور دي يا جماعه مبدئيا في كذا مود اوف ديسبلاي، كذا طريقه عرض. طريقه ببين فيها السوبرفيشال ستراكشرز اسمها سيرفيس ريندرنج اللي هي هتبين لي الفيس والكلام ده زي هنا، تمام. طريقه تانية هيبين البون اسمها ميب ماكسيمم انتنسيتي بروجكشن او بنسميها كمان اكس راي مود، تمام. هنا ايه اللي حصل؟ ايه الديبريشن اللي موجود في ما بين ده الانتيري فونتانيل. الانتيري فونتانيل سام تايمز ممكن يبقى جواه شويه عظم فورمين بونز، تمام، ودي كده سوتشرز مفيش اي مشكله، تمام. حته بقى النوز واللبس والكلام ده لا بيتشاف بال2 دي، بس هنا عامل سيرفيس ريندنج احسن، بس علشان اشوفهم لازم يكون في كميه فلويد قدامهم كتيره. عشان اعمل بروبر سيرفيس ريندرنج مود لازم يكون البيشنت مليانه فلويد، يا ريت كمان لو بولي هيدرامس، لكن الاوليجو انسى ان انا اشوف الفيس، صعب جدا، هشوف البون، تمام، لكن الفيس صعب، تمام. طيب في هنا مشكله،
انا مش عارف ايه هي المشكله دي، حد يقول لي. لغايه دلوقتي ده سكال بالظبط، في فنتريكل كبير. هقول لك هنا الفنتريكل قايس كام؟ 9/10، يعني ما عداش الايه؟ العشرة. هنا عدى العشرة خلاص ده هيدروكيفالس. وما اللي عداش من 10 ده نورمال، انا حاسس ان هو كبير. في علامه مهمه، الكرويد بليكسس مدلوقه، يعني الفلويد زاد. الدلقه دي اسمها دانجلنج كرويد بليكسس. لو لقيت الدانجلنج بدل ما هي ستريت اتدلقت، ده هيدروكيفالس حتى لو انت وذين نورمال دايامتر، حتى لو ما جابش ال10 ده هيدروكيفالس. انا مش هتكلم عن انوميلس ده، بس حاجه ولا حاجتين تمام. طيب ايه راينا في ده؟ البرين كله عباره عن ايه؟ فلويدز. ده الفنتريكولار سيستم كله مقفول. ايه راينا في ده؟ مكان السيريبيلم انا حاسس ان انا مش شايفه، وشايف مكانه ايه؟ السيسترنا ماجنا اللي كنا بنقيسها خمس دي بوستيرو فصة كلها ميه سيست تمام. ايه راينا؟ ايه ده، هو فين اصلا السكال؟ انا شايف عينتين ومفيش فوقيهم ايه؟ السكال. هو ده اللي بنسميه ايه بالظبط كده؟ اني كيفال اكزن كيفال العيله دي، هنا السكال وفيها سيست. وايه اللي حصل ورا السكال؟ فتحه على بره، انكفال وسيل تمام. هنا السكال بدل ما شكلها راوندد شكلها زي الايه؟ ليمونه صح كده، اللي هي الليمون شيبد وسباينا بيفيدا تمام. هنا السيربيلم بدل ما كان شكله دامبل شيبد بقى شكله ايه؟ سي شيد، شكله زي الموزه بقى بنانا، والسكال ليمونه، يبقى الليمون والبنانا سباينا بيفيدا تمام. اوكي الفيس نورمالي انا بشوف كورونال على الاثنين ايز. هنا الاوربيتال دايامتر ده وده يساوي ما بينهم برضو، لو ممكن احط اي تالت يبقى المسافه ما بين الاثنين تقريبا بتاخد ايه؟ اي تالت. طب لو كبيره بنسميها هايبر ميتروبيا، لو صغيره هايب تمام. كل دي ايه؟ ابنورماليات. اللبس المنظر ده بنجيبه، المنظر ده عباره عن ايه؟ ادي النوز، ادي النوسترلز، ودي الحته بتاع الفليثرم دي تمام، وادي الابر ليب وادي اللور ليب. حد شايف اي ديفكتات؟ لا. المنظر ده بيجاب؟ ايوه بيجاب، بلطش كده الفيس كورونال من بره خالص. طيب ده بقى الفيشيال بروفايل، يهمني عشان النيزل بون تكون موجوده، النوز ما يكونش بيها ما بينها حاجه وبين الابر ليب، والا هيحصل حاجه اسمها ماكزيلا نيبروتروبينس. اللور ليب تمام مكمله مع المانديبل، المانديبل ما يكونش داخل لجوه، ما يكونش فيه هنا تانج طالع لبره، ما يكونش فيه حاجه هنا اباف الايه؟ اباف النوز تمام. اوكي وطبعا الفيشيال بروفايل او السيرفيس ريندرنج كمان علشان الاير لازم تكون امبوزيشن تقريبا مع العين، مش لو سيت اير، تكون امبوزيشن مش ايه مش لو لاينج. طيب السباين، السباين عندي ثلاثه فيرتبرال سنترز، واحد قدام بتاع البودي، اتنين ورا بتوع البوستيريو اليمنتس، وطبعا على كل جنب. ايه اللي جنب السباين ده يا جماعه؟ دي الابدومين، وحاجه جنب السباين وفيها اسود في النص. برافو عليك برافو عليك، انا مستني حد يقول الكيدني، وده شويه ايه فلويد كده في الرينال بلفيس بتاعها. المهم نكمل السباين، الثلاثه سنترز دول لازم يكونوا متشافين والسكين اوفرلاينج. السنترز دي كل او السباين كل ما ننازل ديستالي ايه اللي هيحصل؟ كونفرجنس، هيقربوا مع من بعضيهم ما يبعدوش عن بعض، والسكين لازم يكون انتكت مفيش اي هنا سيستيك سبيسز ولا حاجه. اوكي طبعا الفور دي بيعمل لنا حاجه اسمها اكس راي مود او ميب مود، ماكسيمم انتنسيتي بروجكشن. يعني ايه ماكسيمم؟ الحاجات اللي الدنسيتي بتاعتها عاليه هي اللي هبينها. طبعا اعلى دنسيتي هي الايه؟ العض، فهقدر اشوف البونز كويسه لو فيهم اي فيرتبرال انوماليز اي ريب انوماليز، ممكن كمان اعد الريبس تمام. طيب ابنورمال ايه اللي انا شايفه هنا؟ السباين بدل ما يقرب ايه اللي حصل؟ بعدوا عن بعض، وكمان في حاجه سيستيك سبيس هنا وفي ديفكت، يبقى دي السباينا بيفيدا ومعاها مينينجو سيل تمام. النك، اول حته في النك هي اخر حته في الهيد اللي هي ايه؟ وانا في السكند تريمستر بقيس ورا الاوكسيبيتال بون حته النيوكال فولد ثيكنس، والبريجنسي ده صغير والفيتا الصغير كنا بنقيس حاجه اسمها نيوكال ترانسلوسنسي تمام، بس ساجيتال. لكن هنا في السكند تريمستر هقيس ايه؟ النيوكال فولد ثيكنس لكن اكزيال، المفروض اخري لغايه 6 مللي، وانا في النيوكال ترانسلوسنسي اللي هو بنقيسه الفيرست تريمستر اخرنا لغايه 3 مللي تمام. بس يفضل طالما حاجه فيها ميجرمنت حطها في الجراف، ليها جراف هيقول لك نورمال ولا اب نورمال. انا جبت ساجيتال اشمعنى؟ علشان اشوف في كورد اراوند نيك ولا لا، قدام وورا في اندنتيشن ولا لا. حاجه تانية، انا ممكن هنا يكون عندي ماس، شفتها يمكن مرتين انت لغايه دلوقتي، ماس
وهي عامله اوبستراكشن وعامله هيدروكافل عامله بولي هيدرامس مقفله كل اللي وراها من فيها الاسوفيجس. الماس دي غالبا ممكن تبقى سيستيك سيرفايكال تيراتوما ماس وخلاص يعني مش مشكله. طيب هنا ايه اللي حصل اول ده فيرست تريمستر ايه اللي حصل فيه؟ نيوكال ترانسلوسنس كبرت جدا. هم الخط ده بتاع ايه ده؟ برافو عليك. وده الامنيوتيك ممبرين. خلاص احنا طيب بره الفيت ما هو لازم نشوف الامنيوتيك ممبرين والا ممكن يكون ده الامنيوتيك. طالما شايف الامنيوتيك ممبرين خلاص ده النيوكال ترانسلوسنسي. هنا في السكند تريمستر شايفين نيوكال فولد ثيكنس بقى كام؟ 9 مللي تمام. انكريزد كروموزومال ابنورماليتيز ده مش كده وبس. شايفين دي السكال ايه اللي حصل في هنا؟ سيستيك سبيس مالتي لوكيليتد ملفف على السكال والنيك وكمان مكمل اللي هو بنسميه سيستيك هايجروما تمام. خلي بالك ان برضو ممكن ما يكونش سيستيك, ممكن يكون ايديما نتيجه هايدروبس فيتاليس تمام. اوكي ثوركس ايه اللي بيهمني في الثوركس؟ اللانجز والهارت والفصل ما بين الثوركس والادومين اللي هي الخط الاسود ده اللي هو الايه؟ الديافراج. لازم اشوفه شمال ويمين عشان ممكن يكون عندي حاجه اسمها كونجينيتال ديافراجماتيك هيرنيا تعمل لي بالمونري هايبوبليزيا على ناحيه تمام. اللانج نورمالي ايكوجينيك عن الليفر والسبلين, لذلك ما تقوليش ان من علامات اللانج ماتوريتي ايكوجينيك لانج, ده هي نورمالي من اول ما اتكونت وهي ايكوجينيك عن اللي حواليها تمام. اوكي الاكسس بتاع الهارت الفيو ده اسمه ايه؟ فور تشامبر فيو. بشوف فيه الفور تشامبرز, بشوف فيه الانتر فنتريكو سيبتم اللي هو انتك, بشوف فيه البريكارديوم لازم يكون كولابسد ما فيهوش فلويد, الاكسس ناحيه الشمال تمام. اوكي وبرضو ايه مفيش اي بلورال فلويد ولا حاجه تمام. وممكن نعلق كمان على الريبس واخرنا الاسكابولا. الاسكابولا ما تبقاش عاليه قوي فوق الريبس والا برضو ايه هتبقى فيها سام سورت اوف انوماليس تمام. وطبعا النقطه اللي هنبص عليها ده الهارت. شايفين يا جماعه بصوا في حركه كده لا لا البطن بتطلع وتنزل واحد بيتنفس. الديافرام بص على الديافرام, الديافرام ايه طالع ونازل هو ده الفيتال فيتال بريثنج موفمنت تمام. اما الموفمنت دي بيتهز كله مره واحده. ده اي واحد فينا لو عنده زغطه مش هيتهز كده؟ خلي بالك ان هي دي اللي بتحس بيها الام, حركه ريذميك حركه بلصايه كل شويه. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طبعا حلوه. ده معناها في ديافراجماتيك نيورونال ماتوريتي فبدا ايه بدا يشرق وجات له الغطه دي. نشوفها تاني دي بتختلف على الترانكال موفمنت دي كده ايه بريثنج عفوا هيك. انا مش شايفها بصراحه يعني ممكن دي بارت منها السونار لازم ريل تايم يعني تمام. اوكي ايه اللي موجود هنا في الشيست؟ الهارت اهو موجود وحلو, لكن موجود حاجه تانية في الشيست. ايه السيستيك سبيس ده؟ هو مين سيستيك سبيس تحت تحت الشيست؟ الاستومك. ايه اللي طلع الاستومك فوق الا اذا كان الديافرام ايه مش موجود؟ يبقى دي كونجينيتال ديافراجماتيك هيرنيا عملت هايبوبليزيا للناحيه دي ومتزق الهارت خالص في الناحيه الثانيه. اما هنا طبعا اللي جبناها قبل كده ميه على الناحيتين البلورال افيوجن ميه على الناحيتين تمام. وهنا الاسايتس بتاعنا اوكي وميه هنا حوالين الهارت تمام. هنا الشيست كله هو ده, لكن ايه ده كله اللي قلناه قبل كده ترانكال إديمة. والهارت ده بالنسبه للشيست ده كبير جدا وكمان حواليه بريكارديال افيوجن. وطبعا ايه دي حاله الهيدروبس اللي احنا قلناها قبل كده. الهارت طبعا فور تشامبر فيو بيجيب لنا حاجات كتير جدا قلنا عليه. قلنا السايز بتاع الهارت تقريبا تلت الايه الثوركس. الاكسس ناحيه الشمال يعني ناحيه الاستومك, يبقى الاستومك لازم تكون ايه تحتيه تحت الحته دي. طب لو الاستومك الناحيه الثانيه يبقى ده ديكسترو كارديا تمام. طب لو الهارت كله كان الناحيه دي على اليمين يبقى ديكسترو بوزيشن. يبقى انا بحدد الايبكس بحدد البوزيشن بتاع الهارت, احدد فيه افيوجن ولا لا, في كارديوميجالي ولا لا, كل الكلام ده اقدر اشوف عليه من فيو, اقدر اكومنت عليه من فيو واحد. طبعا الفور تشامبر فيو لو بصيت اعلى منها شويه ممكن اجيب بقى اللي هي الايه ليفت فنتريكولر اوت فلو تراكت ورايت فنتريكولر اوت فلو تراكت, بس هعديهم دلوقتي عشان الدنيا مغناطيسيه حته صعبه. وممكن اجيب حاجه اسمها اورتيك ارش او داكتال ارش نعديهم دلوقتي. طيب ايه المشكله اللي حصلت هنا؟ الهارت ده ماله بالنسبه للشيست؟ كبير جدا ومعظم الانلارجمنت مش يعني عشان انا كاتب رايت ماشي اوكي.
طيب اوكي الابدومن. الابدومن انا بعلق فيها على ايه؟ على الدايجستيف سيستم، على اليورينري سيستم. تمام اوكي. ايه السيست الصغيره دي اللي باينه؟ الاستومك. لو دي انا في الابدومن، ايه العلامه دي؟ الوش الضاحك ده بلايك فين؟ اوكي شايفين يا جماعه الحاجه دي اللي اسود من بره ابيض من جوه، ايه دي؟ لا الجول بلادر هتبقى قدام، انا كده بوستيرو جنب السباين. دكت اللي هي دكتس بنوس. لا لا لا، دي ستراكشر موجود جنب السباين فوق الكيدني، سوبرا رينال جلاند. السوبرا رينال جلاند بشوفها في الفيتس واشوفها في النيونيت في اول شهر نورمال اكتشاف. تمام. طب هتفرق معايا اتفضل يا فندم، هتفرق النيونيت في اول شهر، اول شهر اكتشاف، بعد كده ما بشوفهاش. هي مش فراود، الاسود اللي بره ده هو الكورتكس والابيض هي المظله. هي الفكره نورمالي سين. طب لو شفتها كبيره شك ان الكيدني اللي تحتها مش موجوده. تمام. وهي حصل لها كومبنساتوري هايبرتروفي. طيب ايه بقى الحاجه اللي عامله زي الكوميترايا دي؟ الجول بلادر. طب واحد قال لي ما يمكن ده امبليكال فين. لا الامبليكال فين اهو. طب ما تضرب كلر اهي، نان فاسكولار شكلها بير شيب، دي الجول بلادر بتتشاف عادي، دي هنا كيدني. ايه اللي بنعلق عليه تاني؟ الكورت انسرشن جوه الابدومين. تمام. لاحسن يكون فيه هيرنيشن اومفالوسيل وجاستروسكيز وكده. ايه نعلق عليه تاني في البلفس؟ اليورينري بلادر، موجوده ولا مش موجوده، كبيره ولا لا. وبعلق على النمبر اوف فيسلز، تو امبليكال ارتريز حوالين البلادر يبقى 3 فيسل كورد. تمام. طيب ايه تاني بنعلق؟ اليورينري سيستم، ادي الكيدني يمين وشمال. تمام. وهنا ايه ده اللي موجود؟ الرينال بلفس. نورمالي الرينال بلفس في الفيرست تريمستر لو هقيسه انترو بوستيرور من قدام لورا 3 مللي اخرنا، في السكند تريمستر 5 مللي، في الثيرد تريمستر لغايه 10 مللي قبل ما اقول ان عنده الفيتاس ده عنده هيدرونيفروزس. تمام اوكي. وانا جايب دلوقتي الدايمنشن بتاعها ال اس، دي هنا مثلا الاستومك يبقى دي غالبا ليفت كيدني. ال ال اس بتاعنا ما يعديش 4 سنتي. الشكل بتاعها ما تبقاش ايكوجينيك. تمام. اللي هي هنا الرينال بيراميدز هايبوكويك او ان ايكويك، وباقي الرينال بارينكما ريلاتيفلي ايزوكويك. تمام. وده الفيو بتاعنا اللي هو دول مين؟ الرينال ارتريس مخرجهم من الاورطه. نحاول نجيب كورونال بالنسبه للفيتاس. تمام. هنشوفهم كده كويسين قوي. طيب ايه دي؟ ستومك. ايه ده؟ يورينري بلادر. وطبعا ده الايه؟ الهارت. وده الديافرام. امال ايه الحاجات دي بقى وانا تحت في البلفس؟ ده الباول. الباول الباول لوبس نورمالي لو كل حاجه نورمال هايبوكوك مفيش مشكله، ايزوكوك مفيش مشكله، ايفن حتى ايكوجينيك وكل حاجه نورمال هنعديها مفيش مشكله فيها. تمام. طيب ايه اللي حصل هنا؟ لامنيتك فلويد ماله؟ زياده جدا. في حاجه هنا عندنا بتقول سبب للزياده دي؟ ايوه، في سيستتين كبار في وسط الابدومين. انا المفروض عندي واحده بس اللي هي الاستومك، طالما لقيت اتنين يبقى دي دينا الاتريزيا. تمام كده. عندي برضو بولي هيدرامنيوس. ايه المنظر ده؟ الابدومين كلها بقت عباره عن باول، سمول باول اوبستراكشن. تمام. طيب دي يا جماعه الصوره دي عشان اتخيل الابدومين وحاجه خارجه من جوه الابدومين على بره في المكان اللي بينسرت فيه الامبليكال كورد، يبقى دي ابدومينال وول ديفكت. مش مشكله دلوقتي جاستروسكيزس ولا اوفاليسيل، نقول عليها حاجه برود ابدومينال وول ديفكت. تمام اوكي. ايه نفس الكلام؟ ادي الابدومين خارج منها ايه؟ كانها ابدومين ثانيه برضو ابدومينال وول ديفكت. تمام. نخلي بالنا ان هنا الابدومين سيركمفرنس هتطلع ايه؟ صغيره جدا، لا يعتد بيها، لا يعتمد عليه. وكل الميجرمنت كده ممكن تطلع ايه؟ يعني الاستيميتد فيتال ويت في العيان ده او في الفيتاس ده هيطلع غلط. فانا ممكن اعتمد على ميجرمنت او اتنين في الاسسمنت. طيب نفس الكلام، ادي هنا طالع معاه حاجه برضو ابدومينال وول ديفكت. طيب ايه المنظر هنا؟ ده استومك عاديه. وايه امال؟ ايه ده؟ حاجه شبه البول صح كده، لكن طالعه في وسط الايه؟ برضو ابدومينال وول ديفكت مطلع باول. تمام. ايه المنظر ده يا جماعه؟ ده الفيتال كيدني است الانتروبوستيرو ده طلع بتاع 15 مللي. ده مش حاجه مش كده وبس، سيست وسيست 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 وكوميونيكيتنج مع بعضيهم. احنا خدنا قبل كده لو نون كوميونيكيتنج مالتي سيستيك ديسبلاستيك اللي هي ايه؟ لو بايلاترال انكومباتبل لايف. لكن هنا هايدرونيفروزس. هايدرونيفروزس لما يقف عند الرينال بلفس ممكن نشك في حاجه اسمها بيوجي اوبستراكشن. هنا المره دي برضه هايدرونيفروزس وهايدرون ممكن بايلاترال بيوجي مفيش مشكله. هل الاوبستراكشن على مستوى اليورينال بلادر؟ اللي هي اليورينال بلادر مش ديستندد. هي ممكن يكون الاوبستراكشن على مستوى اليورينال بلادر؟ ايوه زي البوستيريور ريثرال فالف. تمام.
ايه اللي حصل في الكيدني دي؟ برضو هيدرين نفروز لكن بالوند رينال بلبس. هي دي تيبيكال بيوجي بالفيوريتيريك جانكشن اوبستراكشن. وده على فكره لازم يتعمل له انترفينشن مجرد ما يتولد بوست نيتال فولو اب، وممكن اركبوا له ستنت او ما الى ذلك تمام. لكن لو عندي بايلاترال هايدروفروزس وديستندد يورينال بلادر وكمان كي هول كونفيجريشن في اكستنشن كده، يبقى ده ميل وعنده بوستيريور يوريثرال فالف تمام. طيب هنا المره دي الكيدني مليانه ساساتيت لكنهم نون كوميونيكيتنج، عباره عن ساساتيت كبيره جدا ماليه الابدومن، دي اللي هي اللي نسميها ايه مالتي سيستيك ديسبلاستيك، ولازم تكون على ناحيه واحده. لو على ناحيتين مبدئيا كنت الاقي ايه اوليجو هيدرامنوس، كنت لازم الاقي اوليجو هيدرامنوس ما مش شغاله. اوكي المره دي اوليجو هيدرامنوس عنيف، هي فين الكيدنس؟ انا حاسس ان في هنا شادو ايكوجينيك في الحته دي وشادو تاني ايكوجينيك في الحته دي. استهم لقيتهم معدين الاربعة سنتي، دول ماركتلي انلارجد ايكوجينيك كيدنس اللي هي بنشخص بيها الايه بوليسيستيك كيدني، بوليسيستيك كيدني ديزيز تمام. نفس الكلام انلارجد ايكوجينيك كيدنيز ومعاها اوليجو هيدرامنوس، انا جايبها كده بالطول وجايبها كده ايه بالعرض بوليسيستيك كيدنيز الاكستريميتيز. لو است فيمر لقيتها ابنورمالي لو، بس مش ابنورمالي لو يعني اسبوع لاسبوعين، لقيتها متاخره خالص، يبقى شك ان الفيتس ده عنده دوارفيزم. الدوارفيزم بيبقى تابع حاجه اسمها سكيليتال ديسبليزيا. المفروض اقيس كل اللونج بونز، دي طبعا مش بتاعتي انا بعتها لحد، بس على الاقل اعمل اسسمنت لكل اللونج بونز لحسن يكون لمب مش موجود، لمب في ابنورماليتي. نبدا نبص على الصوابع وما الى ذلك، طبعا دي ماشين انا كده مرتبط بماشين. المفروض الفوت تكون بيربنديكولار على الليج، ما تكونش واخده ايه انجل عليه، وبرده نفس الكلام الهاند المفروض ما تكونش مقفوله مش كلوزد فيست، ودي ايه الفوت بيربنديكولار. اوكي ومختلف بقى المناظر كل ده فوردي ودلع. لقيت على فيمر لقيتها المنظر ده، ايه ده الفيمر تحس انها كيرفت او ان كان في فراكشر في النص كانها مكسوره، يبقى العظم ده ضعيف، دي حاله اسمها اوستيوجينيسيس امبرفكتا تمام. اوكي بصيت على حاجه زي كده لقيت الريبس متطربقه على الشيست، ده حاجه اسمها شورت ريب. انا عندي نوعين من السكيتال ديسبليزيا، يا فيتال يا نون فيتال. الفيتال اللي هي دايما واخده الريبس، ليه؟ لان هيحصل معاها ايه بالمونري هايبوبليزيا انيفيتابل، يبقى غالبا هايداي، يبقى دي نون كومباتبلز لايف. تعرفها ازاي؟ لما تلاقي الشيست كله مطبق والابدومن كانه عامل كرش، كانها انلارج، لكن است الابدومن سيركمفرنس لقيته نورمال، يبقى الشيست هو الايه هو اللي صغير. كلمتين كده على الداون سيندروم اشهر حاجات فيه. طبعا في الاول خالص ممكن تلاقي نيوكال ترانسلوسنسي او تلاقي الابسنت نيزل بون. في السكند تريمس ده في الفيرست تريمس، في السكند تريمس هتلاقي انكريز دي نيوكال فولد ثيكنس، هنا ايه ابسنت نيزل بون. من الاسوشيشن اللي معاه بيأسوشيت معاه ايه هايدرو كيفلس او ايكوجينيك سبوت جوه الهارت كاردياك رابدوميوما او كمان ايه بولي هيدرامنيس و دي دينا الاتيريزي بالظبط كده تمام، او فيري ايكوجينيك باول بالنسبه للبلفس او يورينر بلادر كبيره جدا ميجا سيستس. دي من ضمن الحاجات يعني ليه باختصار كده.